اللي قدامكم ده هرم خوفو، أكبر هرم في التاريخ، أو ده كان اعتقادنا لحد ما جاء علماء الآثار وقالوا إن أكبر هرم وأكبر بناء على الأرض موجود في المكسيك. إيه الحكاية دي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وتعالوا نعرف الكلام ده حقيقي ولا لا. كتير من الحضارات مرت على تاريخ الأرض، حضارة تختفي وتظهر غيرها وتختفي، وادي حال الدنيا. لكن اللي عرفنا عن وجود الحضارات من أصله رغم اختفائها هو آثار الحضارات دي واللي تركوه وراهم من حياتهم القديمة. في كتير من الأوقات كانت الحضارات بتتقابل وتتشابه وتعمل تأثير متبادل بينها وما بين بعضها، وده السبب في إن أثرها بتكون في بعض الأحيان متشابهة. والحضارة المصرية القديمة من أكتر الحضارات اللي أثرت على كتير من حضارات العالم، وعشان كده ممكن تلاقي أهرامات في السودان وأهرامات في الصين وحتى في البوسنة. عشان كده ما كانش غريب إن العلماء يكتشفوا أهرامات في المكسيك، لكن الغريب إن واحد من أهرامات المكسيك يكون أكبر من هرم خوفو بضعف المساحة. والمكسيك دولة من الدول اللي ظهرت فيها حضارات قديمة زي حضارة المايا، واللي تركت كتير من الأثار الغريبة في عدد من الدول. بالنسبة بقى لأهرامات المكسيك، فهم عدد كبير من الأهرامات القديمة الغريبة، واللي بيمثلوا لغز لعدد كبير من الخبراء سواء في طريقة بنائها أو في الهدف من بنائها. أما عن أشكالهم ففيها أهرامات مختلفة الأشكال والأحجام، لأن اللي بناهم كانوا قبائل مختلفة زي الأولمكس والميكستيك والتولتك والزابوتك والإزتك، وكل قبيلة من دول كان ليها أسلوب بناء خاص بيها، ومع ذلك استخدموا مواد متشابهة زي الطين والحجر وبعض المواد التانية. ومش بس اتبنوا من مواد بناء واحدة، لأ، ده فكرة البناء في حد ذاتها ممكن تكون متشابهة. يعني طريقة بناء الأهرامات مثلا في معظم الأوقات بتكون عبارة عن هرم كبير مبني جوه هرم أكبر، وكل الأهرامات تقريبا فيها سلالم خارجية، كل سلم بيوصلك لقمة الهرم. وفي معظم الأهرامات كانت القمة هي المكان اللي بتقام عليه نفس الطقوس تقريبا، وهي طقوس الذبائح البشرية. وأهرامات المكسيك موجودة على مساحة واسعة من الأراضي المكسيكية، لكن أشهرها موجود في مدينة تيوتيهواكان، ومعناها مدينة الآلهة، ودي موجودة على بعد 50 كيلو شمال شرق المكسيك. والمدينة دي مدينة أسطورية غامضة، يقال إن اللي بناها مش من البشر، وإن سكانها الأصليين هجروها لفترة طويلة من الزمن قبل ما تسكنها القبائل الإزيتيكية. وهي فعلا مدينة غريبة تم بنائها على جوانب طريق طويل مستقيم اسمه طريق الموتى. على طرف طريق الموتى الشرقي موجود هرم الشمس العظيم، أكبر هرم في المدينة وثالث أكبر هرم في العالم. والهرم عبارة عن جبل صناعي ضخم متغطي بالتراب والحجر، وبيتكون من 5 مصاطب بتربطها مع بعض مجموعة سلالم شديدة الانحدار. وعلى أعلى القمة موجود معبد غريب لإله الشمس، معبد صمد في وش كتير من الكوارث الطبيعية والبشرية، ووفقا للعقيدة الإزيتيكية فالهرم نفسه بيرمز للخصوبة. وعلى بعد أمتار من هرم الشمس وبالتحديد على الطرف الشمال من طريق الموتى موجود تاني أكبر هرم في مدينة تيوتيهواكان، وهو هرم القمر، وعلى جوانبه موجود عدد من الأهرامات والمنصات الأصغر. ويقال إن شعب الإزتك بنى هرم الشمس والقمر لعبادة الآلهة، واستخدموها كمعابد للطقوس والاحتفالات الدينية، وكانوا بيعتبروها حلقة الوصل ما بين البشر على الأرض والآلهة في السماء، وعشان كده اتبنت على أراضي مرتفعة، وده اللي بيأكده علماء الآثار واللي قاموا بمسح جيولوجي للمدينة، فاكتشفوا نفق سري على عمق 10 متر تحت قاعدة هرم القمر، وبينتهي عند ساحة بيعتقدوا إنها كانت مركز للطقوس الدينية للمدينة القديمة. وحسب عالمة الآثار والتاريخ فيرونيكا أورتيجا، فاكتشاف النفق السري دليل واضح على إن أهل المدينة بنوا معابدهم علشان يبقوا على تواصل دائم مع العالم الآخر. من المدن المكسيكية المشهورة بالأهرامات كمان هي مدينة تشيتشن إتزا، وهي منطقة من المناطق اللي ازدهرت فيها حضارة المايا، ومن أكبر المدن القديمة في أمريكا الوسطى، وهي من أغنى المناطق المكسيكية بالآثار والمنحوتات. وفي تشيتشن إتزا في أكتر من هرم بنتهم قبائل اسمها قبائل التولتك. من بين الأهرامات دي هرم اسمه هرم كوكولكان أو قلعة كاستيلو، وموجود في منطقة اسمها تولوم. والهرم ده مبني جواه هرم أصغر، لو بصيت على تصوير الهرم من فوق هتلاقي السلالم بتاعته الموجودة في كل جنب من جوانبه بتشكل علامة الصليب من فوق، وكأنها بتحيط بالهرم، وعلامة الصليب بتاع
ترمز للرقم صفر في حضارة المايا القديمة. نفس السلالم دي في أوقات معينة من السنة بتعكس ظلالها على جدران الهرم، فبتظهر على شكل تعبان ضخم بيتسلق الهرم. ده غير إن الهرم موجود على جنب من جوانبه منحوتات على شكل رؤوس تعبين، واللي بيدل على إن الهرم كان بيستخدم كمعبد للمناسبات الدينية، وعشان كده كان بيحصل فوق الهرم ده طقس من أبشع الطقوس دموية في العالم. الطقس ده ليه علاقة بالمطر، وبيحصل لما المطر بيغيب لفترة طويلة. وقتها كانت القبائل دي بتعتبر إن قلة المطر بتحصل نتيجة لغضب الآلهة، فبيقدموا القرابين البشرية للآلهة علشان ترفع غضبها عنهم. أما عن طقوس تقديم القربان، فبيجيب واحد من العبيد اللي أسروهم في الحرب وبيطلعوا بيه لقمة الهرم ويحضر الملك والكاهن وشوية من الحراس، وهنا يقرأ الكاهن التراتيل الدينية الخاصة، وفي نفس اللحظة بيجي أعظم المقاتلين عندهم وبسكينة حادة يشق صدر العبد ويكسر ضلوعه ويقطع الشرايين ويخرج القلب، ولازم يحافظ على إن العبد يفضل حي لحد استخراج القلب من جسمه. وفي الثانية اللي بيتم فيها استخراج قلبه بيجي واحد من الحراس من وراه ويضرب راسه بفاس ويرموا الراس من فوق الهرم فيستقبلها شخص تاني تحت بطريقة بهلوانية. أما القلب فبيتحط في اللحظة اللي خرج فيها من الجسم على النار لحد ما يتحرق ويقدم كقربان للآلهة. نيجي بقى لأكبر بناء في العالم، والهرم اللي بيزاحم هرم خوفو من حيث الضخامة، فيقال إنه هرم تلاخيخولتيبال أو هرم خلولا الكبير، وموجود قريب من مدينة خلولا في ولاية بيوبلا المكسيكية. الهرم ده اتبنى في القرن الثالث قبل الميلاد عشان يكون معبد للإله كيدز الكواتل إله الإزيتك، لكنه فضل مخفي وتم اكتشافه سنة 1910. والهرم مش هرم واحد زي ما الناس بتشوفه، لكنه عبارة عن 6 أهرامات اتبنت فوق بعض أو متداخلة جوا بعض، وبداخل الهرم أنفاق بتوصل لأكتر من 8000 متر تحت المدينة. واكتشف العلماء حوالي 400 مكان جوا وحوالين الهرم لدفن الرفات البشرية، علشان كده بيقولوا إنه اتبنى كمقبرة زي أهرامات المصرية، رغم إن البحوث الأخيرة أكدت إن الأهرامات المصرية ما اتبنتش علشان تكون مقابر، وإن الاحتمال الأكبر إنها تكون اتبنت كمحطات عملاقة للطاقة، وكنا اتكلمنا في الموضوع ده في حلقة قبل كده. ووصفت صحيفة الديلي ميل البريطانية الهرم بأنه مش بس أكبر هرم على الكوكب، لا ده أكبر معلم أثري في التاريخ. فالهرم اعتبرته موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكبر مبنى أثري في العالم، وده لأن إجمالي حجمه ضعف هرم خوفو حسب التقارير الأجنبية. ومع أنه دخل موسوعة جينيس واتكلمت عنه كل المصادر، إلا أن في تضارب في الأرقام اللي بتقدر حجم الهرم. وأكدت الديلي ميل على أن في أساطير بتقول أن اللي بنى الهرم ده من العمالقة، وإن أهل البلد كانوا بيقدسوه وكانوا بيغطوه بالطين علشان الزرع ينبت عليه ويخفوه عن عيون الغزاة، وإن واحد من أهم الألغاز اللي محيرة علماء وخبراء الآثار اللي بيحاولوا يكتشفوا أسراره لحد دلوقتي. لكن الكلام ده ممرش مرور الكرام في مصر، ورد الدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار السابق على كل ما ذكرته التقارير الأجنبية، وأكد على إن المعلومات دي مش صحيح، وإن جميع الخبراء أكدوا إن هرم خوفو هو أكبر هرم في العالم وواحد من عجائب الدنيا السبع. وأكد على أن الفيصل في الموضوع ده هو حساب الأرقام الحقيقية لارتفاع الهرم، مش حسابه بالهضبة زي ما بيحسبه. الضماطي هنا كان بيشير لأن حجم الهرم المكسيكي تم حسابه بناء على حجم القاعدة، في حين تجاهله الارتفاع، لأن قاعدة الهرم المكسيكي أكبر لكن ارتفاعه 66 متر بس، بينما ارتفاع هرم خوفو في حدود 149 متر. وأبسط قواعد الرياضة بتقول لك علشان تحسب الحجم لازم تضرب الطول في العرض في الارتفاع، وده ما حصلش في حسابات الهرم المكسيكي. على كل حال واضح ان في مخطط على التاريخ المصري، شويه يقولوا ان حضارتها بنتها شعوب افريقيه مختلفه، وشويه يقولوا ان الاهرامات المصريه مش اعظم بناء في التاريخ. بس كده، يا رب ما اكونش طولت عليكم واكون وصلت لكم الحكايه اللي كانت معايا النهارده بشكل مبسط وسهل. لو وصلت معايا للدقيقه دي انا بشكرك جدا. كان معاكم اخوكم ناصر حكايه، سلام عليكم.